في الدر المنثور أخرج ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. ثم قال: اعتصموا بحبل الله جميعا. فالجماعة إذن من اعتصموا بحبل الله القرآن، وهو مقرون أو مقترن بالعترة بالإجماع كما مر، فلا تملص. كل الطرق تؤدي إلى العترة، والقرآن بين أيدينا، فأين العترة التي تعتصمون بها اليوم؟ لا يفترقا. هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الواضحة، وليس ثمة من يعمل بها إلا الشيعة. نحن إذن أهل السنة ونحن الجماعة بصريح هذا الحديث المجمع عليه أيضا، فلا حظ لكم فيه. أما من خالف العترة فهذا مآله. قال الترمذي معلقا عن الحديث التالي: هذا حديث صحيح، وأخرجه أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من يأتي أمه، والعياذ بالله، حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي. الله أكبر. في الحقيقة لا عجب، كل نبي رسم خطا لأمته وأخذ العهد والميثاق منهم، وإذ أعرض شطر من هذه الأمة عن كل ذلك ولم يؤدوا أجر الرسالة ولم يأتوا مدينة العلم من بابها وتقدموا على من نهوا عن التقدم عليهم، كانت هذه هي النتيجة: أن خلعوا ربقة الإسلام. في الدر المنثور مرة أخرى أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. واللطيف هنا فورا يذكر: ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته ميتة جاهلية. رب قائل هنا يقول أن كل هذا حصل بعد جيل الصحابة على حد اصطلاحهم. الجواب في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رفعوا اختلجوا دوني، فلا أقولن الحديث المعروف أي رب أصحابي، فليقالن إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا.